الدرس رقم 33، علاقات حسابية بين الأعداد. ما معنى علاقة حسابية بين الأعداد؟ ما هو الهدف من الدرس؟ علاقة حسابية بين الأعداد، إبراز واستعمال علاقات حسابية بين الأعداد. هذه الساعة، كم الساعة الآن؟ الواحدة وعشر دقائق. هذا خطأ، الواحدة وخمسة عشر دقيقة. نعم. أعد. الواحدة وخمسة عشر دقيقة. خمسة عشر، خمسة عشر. كم نقول الواحدة وربع؟ الواحدة وربع. إذن هذا هو الربع. هذا هو الربع. هذا الربع. الربع هو هذا. ربع هذه هو هذا. وربع هذا هو هذا. إذن بهذا الشكل نقسمها، تكون هذه ربع. عندما أقول عشرة، نصف العشرة خمسة، وضعف العشرة عشرون. هذا الكلام يسمى علاقة حسابية بين الأعداد. الأعداد عشرون وعشرة وخمسة، من هي العلاقة التي تجمعهم؟ العلاقة التي تجمعهم أن هذا ضعفه هذا، وهذا نصفه هذا. هذه العلاقة الحسابية. يتسع ملعب، ولا قبل ذلك ننجز الحساب الذهني، البحث عن متممات إلى مضاعفات العشرة. من هي مضاعفات العشرة؟ عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، وإلى نهاية. جيد. سبعة وعشرون، من هو متممه؟ من هو متممه؟ نعم، مضاعفات العشرة من هي؟ عشرة، عشرون، ثلاثون، سبعة وعشرون، من الذي أتممها؟ ثلاثة. ثلاثة وثلاثة وسبعون؟ ثلاثة. لا، ثلاثة وسبعون ثمانون، تنقصها سبعة. اثنان وعشرون؟ ثمانية، لتصبح ثلاثون. أحسنت. اكتشف يتسع ملعب لكذا متفرج، بيعت نصف التذاكر للفريق الأول ونصف التذاكر للفريق الثاني. للبحث عن نصف التذاكر، عن التذاكر المباعة لمناصري كل فريق، اقترح أنيس وأمينة هذين الحلين. إذن أمينة تبحث عن نصف هذا العدد، وأنيس يبحث عن نصف هذا العدد. كيف تفعل أمينة؟ تبحث عن نصف الأحاد والعشرات والمئات والألاف. أما أنيس لا، ماذا يفعل؟ يفكك العدد ثم يبحث عن نصف كل مرتبة. المطلوب هو لاحظ عمل كل من أمينة وأنيس وأكمله على كراسك، ثم أكتب النتيجة. أمينة تقسم الأحاد إلى اثنين، الثمانية تقسم اثنين، الأربعة تقسم اثنين، الستة تقسم اثنين. أما أنيس يفكك ستة في ألف، أربعة في مئة، ثمانية في عشرة، ويقسم على اثنين. ماذا يجد هو؟ يجد ثلاثة آلاف ومئتين وأربعون. ثلاثة آلاف ومئتين وأربعون. اتبع طريقة أمين ثم طريقة أنيس لإيجاد ربع عدد المتفرجين إن أمكن. بالنسبة للربع هناك مشكلة. ربع هو كيف أجده؟ كيف هنا ربع هو سهل، سهل. صعب، صعب. وهنا كذلك صعب، صعب، سهل. إذن نقول، ماذا نقول؟ لا نستطيع العمل مع أمينة، لأن ربع الاثنين غير متوفر، وربع الثلاثة غير متوفر، وربع الثلاثة غير متوفر، وربع الاثنين غير متوفر. إذن كيف نفعل؟ 3240 نفككها، 3240، 3000 نتخيلها نقود، 3000، 1000 و1000 و1000، نصفها، نصفها هو 1500، و200 نصفها 100، و40 20.
1500 زائد 100 1620. الخلاصة العدد هذا نصفه هذا ربعه هذا. أنجز الكيلوغرام الواحد يساوي 1000 غرام. نصف كيلو 500 وربع كيلو 250. يمكنك استعمال أصابعك العشرة، 10 أصابع نصفهم 5 ونصف النصف 2.5. ثمن تذكرة السلك للكبار 760، وثمن تذكرة الأطفال نصف هذا المبلغ. 760 هي 760، 700 هي 350 و350، والستون هي 30 و30. ما هو المبلغ الذي سيدفعه رائد وأبوه؟ أبوه سيدفع 300، أبوه سيدفع 760، ورائد سيدفع ماذا؟ الأب سيدفع 760، والابن سيدفع 380. 380 بالآلة الحاسبة، بالآلة الحاسبة هذا زائد هذا يساوي هذا. إذن هذا المبلغ الذي سيدفعه رائد وأبوه. ماذا تعلمت؟ لأبحث عن نصف عدد يتكون من 4 أرقام، أفكك هذا العدد وأبحث عن نصف كل حد فيه، ثم أجمع الناتج. هذا العدد فككناه وبحثنا عن نصف هذا ونصف هذا. مثال: نصف هذا هو هذا، نصف الأربعة 2، ونصف الأربعة 2، ونصف الستة 3، ونصف الاثنين 1. أو نفككه هكذا. إذا في هذا الدرس عندنا 3 طرق للبحث عن نصف عدد. إما أفككه التفكيك النموذجي ثم أبحث عن نصف هذا ونصف هذا ونصف هذا ونصف هذا، وإما أن أضع جدول مثل جدول أمينة، مثل جدول أمينة، مثل جدول أمينة. الستة نصفها والأربعة نصفها والثمانية نصفها. هذه الطريقة الثانية. ولكن أحيانا تكون هناك صعوبة. ما معنى الصعوبة؟ السبعة نصفها ليس واضح، ماذا أفعل؟ أفعل هكذا: 760 أقول إنها 760، وأبحث عن نصف 700، وأبحث عن نصف 60، ثم أجمع النصف الأول مع النصف الثاني. معناه إذا كانت الأنصاف جاهزة وسهلة أستخدم هذه الطريقة أو هذه الطريقة، وإذا كانت هناك سبعة، وإذا كانت هناك سبعة أو عدد نصفه ليس واضح أستخدم هذه الطريقة. هناك 3 طرق. إذا كانت الأنصاف سهلة، وإذا كانت الأنصاف صعبة. الأنصاف صعبة نستخدم هذه الطريقة، هذه الطريقة رقم 3. انتهت الصفحة 57.